مرحبا تلاميذي الأعزاء في مدرستنا الافتراضية الثلاثية الأبعاد. أنا أستاذكم لمادة الجغرافيا بتجربتي أكثر من 20 سنة. لتتعرفوا علي أكثر، اضغطوا على أيقونة التعرف على الأستاذ في القائمة باليمين. سعيد أن أرافقكم في هذا الدرس، التزاما منا باحتياطات الحجر الصحي. سأقدم الدرس من خلال شخصيتي الثلاثية الأبعاد. وقبل أن نبدأ، سأعرفكم على بعض الخصائص المفيدة لدرسنا الافتراضي. ستجدون هنا على يمينكم قائمة لمحاور الدرس، ومعرضا للصور المرتبطة بالمعلومات الواردة في الدرس. مرحبا تلاميذي الأعزاء، سنقدم هذا الدرس من المتحف الافتراضي لوزارة التربية الوطنية من قسم علوم الفضاء، فمرحبا بكم. أكيد أننا جميعا جلسنا يوما ننظر للسماء الواسعة الجميلة في ليلة صافية مثل هذه. هيا ننظر للسماء، فلنقم بجولة افتراضية الآن وننظر للسماء. وماذا نرى؟ القمر، صحيح. وماذا أيضا؟ النجوم، صحيح. وماذا أيضا؟ مذنب، جيد جدا. والآن ماذا نرى؟ ما هو الشيء الذي نقلنا من الليل إلى النهار؟ الشمس، صحيح. كل هذه الأجرام السماوية التي رأينا من نجوم وأقمار ومذنبات وكواكب أخرى، والتي نراها من سطح كوكبنا، كلها تشكل الكون. فما هو تعريف الكون؟ إن الكون هو مجموع لا نهائي من الشموس والكواكب والنيازك والمذنبات المنتمية لعدد المجرات بينها بقوى الجاذبية تكون تجمعا يسمى مجرة، وترتبط المجرات بينها بقوى الجاذبية. وتنقسم المجرات إلى 3 أنواع رئيسية، وهي مجرات على شكل بيضاوي، ومجرات على شكل حلزوني، ومجرات على شكل حلزوني قضيبي. لنعد لكوكبنا الأرض الذي يوجد في مجرة تسمى درب التبانة. هي المجرة التي تحتوي على النظام الشمسي الذي ينتمي له كوكب الأرض، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تظهر من الأرض على شكل شريط بسبب شكلها القرصي، ويكون هذا الشريط مليئاً بالنجوم، ولا يمكن رؤية درب التبانة أو إدراكها بالعين المجردة. وكان جاليليو جاليلي أول من حلل الضوء بتلسكوبه عام 1610 ميلادية، وأدرك أن هذه الأضواء هي نجوم. وحتى أوائل العشرينات من القرن العشرين، اعتقد علماء الفلك أن مجرة درب التبانة تحتوي على كل النجوم في الكون. أظهرت ملاحظات إدوين هابل أن درب التبانة ليست سوى واحدة من العديد من المجرات اللامتناهية. إن المسافات التي تفصل بين الكواكب والنجوم مسافات شاسعة، لا تصلح معها وحدات القياس التي نستعملها في الأرض. السلام عليكم، معكم كريم الحجوجي، مقاول في مجال الإعلام والبرمجة. أنا المسار الدراسي ديالي اللي كنت خضعت ليه هو أنني قريت في الجامعة المغربية تخصص دراسة إنجليزية، وخديت الإجازة فيها، ولكن بالتوازي من منذ أيام الثانوي كنت ندير تكوين ذاتي في مجال التصميم والجرافيك، وكنت من أوائل الناس اللي دخلوا في دورات تدريبية عبر الإنترنت في تقريبا 2003-2004 في مجال التصميم والجرافيك. وهذه المسيرة وصلت لواحد المرحلة ديال أنني خديت شهادة من
مركز بإنجلترا، وهو مركز ديسكريت سيرتيفايد سنتر اللي أصبح بعد ذلك تابع لشركة أوتو ديسك المعروفة في مجال التصميم. وبطبيعة الحال فالتكوين ما عمره ما توقف. وفي سنة 2008 كنت أسست الشركة ديالي في طنجة، وهي شركة كانت مخصصة في التواصل والتصميم والبرمجة. واشتغلنا بحكم هذا التنوع في التكنولوجيات والتنوع في الخلفية، سواء في مجال التصميم، المجال الفني أو البرمجة إلى آخره. فخدمنا في قطاعات اللي مختلفين بزاف، واللي كانوا غناو التجربة، منهم الإعلام، منهم قطاع البرمجة، منهم قطاع التصميم، حتى بالإضافة لقطاع التعليم الإلكتروني. وكانت عندي واحد التجربة بشكل شخصي ماشي بالشركة في هذا البرنامج اللي كانت دارت الوزارة ديال، هو برنامج جيني بشكل شخصي. فأنا كنت خدام مع إحدى الشركات اللي يعني كان نقدر نقولوا كفريلانسر في حتى اكثر من شركه، هي الاحرى اكثر من شركه اللي كانوا دافعين لهذا المشروع ديال الجينين. وبحكم هذه التجربه اللي في ميادين مختلفه، وهي حاجه وهو ميدان كيكمل ميدان، فربما هذا الشيء كامل خلى عندي واحد الوعي من ناحيه وعي بالازمه اللي كيعيشها التعليم المغربي، واننا باش نطرحوا حلول اللي كتساهم فهي واجبنا كمواطنين. وربما قبلا ما كانت فرصه باش اننا نطرحوا مثل هذه الافكار، لان ربما ما كانت الاهميه ديالها باينه، لان كان الحياه غدا بشكل طبيعي الى ان جات هذه الازمه كورونا، اللي ربما الحاجه اللي كتبنا ان فيها حوايج سلبيه ممكن يكون فيها خير، وتحدد التوجهات لا على المستوى الشخصي لا على المستوى الجماعي. فلذلك حنا قمنا وخدمنا على هذا المشروع اللي كان آمنوا أنه غادي يكون عنده التأثير الإيجابي، والتأثير اللي قدر يجود عملية تعليمية في المغرب. ولذلك طرحنا هذا المشروع. فإذا فالعمل على هذا المحتويات الخاصة بالتعليم الإلكتروني فهي تجربة ديال سنوات، غير هو القطاع اللي كنا كنخدمو فيه ماشي هو قطاع اللي عنده علاقة بالتعليم اللي كيخص الدراسة، بل كان عنده علاقة بالتعليم خصوصا اللي كيخص الشركات والتكوينات الخاصة بمجال البيزنس والمجال الصناعي. بخصوص سؤال ديال المرحلة اللي وصل فيها المشروع أو الفكرة، فهذا النظام الذي نطرحه للتعليم الإلكتروني هو نظام ومشروع متكامل موجود بشكل مسبق في السوق، لأننا نتعامل به مع زبائن في قطاعات التي تحتاج تكوين، مثلا كالقطاعات الصناعية، وخصوصا في الدروس اللي عندها علاقة الدروس التفاعلية. هنا كنهضروا على تكنولوجيا الدروس التفاعلية والواقع الافتراضي اللي عندها علاقة بالتكوين في مجال مثلا إجراءات السلامة في أماكن العمل، أو سواء اللي عندها علاقة بدي ماشين جدادين مثلا اللي خص يكونوا فيهم دي فورماسيون. والجديد اللي كاين هو أن هاد سياق كورونا أظهر أن فعلا هذا المشروع اللي مأجلينه ديال أننا نطرحوا هاد التكنولوجيا باش تكون صالحة لمجال التعليم أصبح مسألة اللي آنية خصنا أننا نطرحوها. لذلك فإحنا خدمنا على هاد التكنولوجيا اللي من شأنها أنها تحل الكثير من المشاكل وتستجيب الكثير من الاحتياجات اللي كاينه في نظامنا التعليمي المغربي من اجل تطويره وتجويده بشكل احسن. وتنزيل هذا التكنولوجيا والتنسيق مع الفاعلين التربويين، فنحن ما نقترحه ما هو إلا نظام تكنولوجي غني بالمميزات اللي من شأنها أنها تساهم في إغناء عملية التعليم عند التلاميذ، وفي بعض الحالات ممكن تعوض كثير من النقص اللي تكون في الوسائل البيداغوجية. وأيضا تنقترح تكنولوجيا لصناعة المحتوى الثلاثي الأبعاد الغني اللي كيعتمد على الواقع الافتراضي الثلاثي الأبعاد.
وذلك يعني أن التنسيق مع الأطر التربوية هي مسألة أساسية، لأنها هي الجهة اللي عندها الكفاءة العلمية والمعرفية والتجربة، وحتى عندها دراية بالتوجهات العامة، لذلك فهي الأدرى بالأهداف التي تتوخاها من الدروس المسطرة ومن العملية التعليمية بصفة عامة. لذلك في التنسيق مع هذه الأطر التربوية ونقدر نقول المرجعيات التي تتحدد توجهات التعليم في المغرب فهو مسألة أساسية، لأن ما نحن ما نقدمه هو نظام تعليمي يعتمد على الواقع الافتراضي، فهو ممكن يحقق نسب نجاح كبيرة لهذه المقاربة اللي معتمدها المغرب في النظام التعليمي دياله، وهو مقاربة الكفايات، نظرا لأن هذه البيئة الافتراضية تقدر تكون غنية جدا بالوسائل اللي كتحقق هذا التوجه. وفي هذه المرحلة دابا حنا اللي فيها ديال طرح الفكرة والعمل عليها، وحتى قبل ما نعملوا على الفكرة فاحنا كنا على اتصال مع ناس ديال التربية والتكوين من أطر عالية العيار اللي متكونين في المجال وعندهم تجربة سنوات وعلى اطلاع على آخر النظريات. حنا على اتصال معهم وفعلا كان تتميل لهذا الاختيار التكنولوجي وهالطريقة التكنولوجية اللي طرحنا، ويعني وكانت شهادات فانها التوجه فان هذا الحل التكنولوجي يقدر يكون ناجع ان طبق في حل كثير من المشاكل اللي كان يواجهها المتعلم والمعلم داخل القسم او سواء خارج القسم، ومن شأنها ان تجود عملية التعليم في بلادنا. الفكرة اللي كنطرحوا او البروتوتيب اللي ديجا خدمنا عليه، وهو فكرة استغلال تقنيات التي تستعمل في اللعب الإلكترونية في مجال التعليم. وحنا استطعنا الان اننا نوجد واحد البروتوتيب اللي كيشتغل بهذه التكنولوجيا، واهم مميزات هذا النموذج هو انه يمكننا اننا نقدم دروس في فضاء افتراضي ثلاثي الابعاد. في هذا الفضاء ايضا كيمكن لنا اننا تكون عندنا عناصر بيداغوجيه اللي نشرحوا بها الدرس ثلاثيه الابعاد، اللي يمكن توصل الفكره بشكل اكثر فعاليه. فمثلا احنا كنعرفوا ان كثير من المؤسسات عندها مشكل في وجود مثلا مختبرات ديال الكيمياء او دروس الفيزياء او العلوم او علوم الحياه والارض، فهذه التكنولوجيا غادا تكون بديل مهم وبديل أكثر فعالية وأقل كلفة بشكل لا يقارن في تقديم مثل هذه الدروس، بل أن حتى التجربة ديال القيام بهذه التجارب بشكل افتراضي، خصوصا إن استعملنا الكاسك ديال الواقع الافتراضي، فالتجربة ستكون غنية جدا وستمكن التلميذ من انه يفهم هذه المعطيات اللي الدرس باغي يقدمها له، لانه كيعيش تجربه ثلاثيه الابعاد. وايضا نفس الامر ينطبق على كل نواحي ولا كل المواد اللي يمكن ندرسوها. فمثلا اللغات، تصور ان مثلا الاستاذ الذي تتحدث اليه يقدم لك درس اللغات، مثلا يتحدث لك في اسباس في 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 فضاء ثلاثي الابعاد. نمشيو مثلا لمجال اخر، مجال التاريخ، تصور مثلا دابا حنا الدروس اللي تنقراو ديال المسيره الخضراء، ربما نربطوها حتى التاثير القيمي اللي تقدر ديروا هذه بحال هذه التكنولوجيات. فمثلا حنا دابا تنقراو قرينا في كتب مدرسيه الصوره اللي عندنا على المسيره الخضراء، ربما صوره او اثنين واحده وكثير من النصوص، فالطفل مثلا في واحد السن ما يقدرش يستوعب شنو اهميه داكشي اللي كنهضروا عليه وشنو الاهميه ديالو وما قيمته في هويتنا كمغاربه. فمثلا تصور ان هذا التلميذ مثلا سنقدم له درس المسيره الخضراء بطريقه ثلاثيه الابعاد، اي انه سيعيش مثلا تلك اللحظات التي سيحددها الدرس ديال المسيره الخضراء. فكون اكيد ان هذه ستكون تجربه
التجربة لن تنمحي من الذاكرة وستشكل جزء من الهوية وجزء من الشخصية من الشخصية ديالو. إذا فهذه التكنولوجيا اللي تنقترحها هي تكنولوجيا صالحة للجميع، لجميع المواد وجميع المستويات، حتى أننا مثلا عندنا دروس اللي احنا عاد خدامين عليها اللي عندها علاقة بالتعليم الأولي مثلا، فهي ستكون مثلا بشكل رسوم متحركة مبسطة وبشكل لعب مثلا من أجل إيجاد الحل أو إيجاد حل التمرين بطريقة اللعب، كأن الطفل مثلا في غابة أو في حديقة إلى آخره. فهذه التقنية ستكون تقنية، إن أمكننا القول، تقنية اللي ستحدث ثورة في مجال التعليم وستحل الكثير من المشاكل البيداغوجية بتكلفة قد تكون بسيطة بسيطة جدا بالنظر للمشاكل الكبرى التي ستحلها، وبقدر أو بالنظر أنها غادة تعوض كثير من التجهيزات المادية اللي تخص المدارس تكون مجهزة بها. هو الميزة من الميزات آخرين ديال هذا النظام هو أنه هذا النظام تمكن أننا نخدمه على ثلاثة المستويات، فهو يقدر يكون وسيلة إيضاح في القسم. المستوى الثاني ديال هذا النظام هو أنه يقدر يكون درس اللي ترجع له التلميذ في منزله من أجل مراجعة الدرس، يعني هذاك الدرس اللي تقدم يقدر التلميذ يرجع له بكل وسائل الايضاح ديالو، بكل ذاك الفضاء الغني بمعلوماته، باش يراجع الدرس باش يفهمه اكثر. بل اكثر من ذلك، هذا النظام هو ايضا يصلح في مجال التعليم الالكتروني للدروس المباشره، اللي حنا جات هذه الازمه واكتشفنا اننا محتاجين من هذه الانظمه. فهذا الدرس له تكنولوجيا اللي تقدر هذاك الشخصية ثلاثية الأبعاد للأستاذ تتعمل انطلاقا من صوت الأستاذ اللي تكون مكونكت مع السيستم، سواء بهاتفه النقال أو عن طريق حاسوب، فبصوته تقدر أنه ديك الشخصية تدخل هذاك الحوار اللي تقوله الأستاذ للتلاميذ، وتقدر الأستاذ أنه تكون عنده واحد الواجهة تفاعلية اللي تقدر يهز أي عنصر من أجل شرح الفكرة دياله. فمثلا عنده واحد المعلومة اللي يهضر مثلا على المجرات في شي درس، راه غادي يهز ديك المجرة والانيماسيون ديالها ويحطها وغادي تبان للتلاميذ. وكاين مستوى آخر ديال هذا الدرس، هو مستوى أنه تقدر انتيغرا في لي سيستيم ديال التقويم وديال الامتحانات، يعني أن التلميذ بمجرد انه يقرا هذا الدرس كاين الامكانيه انه يختبر معلوماته، بل كاين امكانيات اكثر انه يندمج في درس اللي في اختبارات، سواء الثانويه او اختبارات المراقبه المستمره، في نظام اللي هو مؤمن واللي تتانتيغرا في السيستم ديال التقييم، سواء الخاص بالمدرسة، وممكن إمكاني أنه يتطور فما بعد أنه يكون عنده علاقة حتى بالسيستم الوطنيين ديال التقويم المدرسي. تنزيل المشروع، فهذا المشروع في عمومه هو مشروع اللي كانت منه أنه يستفيد منه التعليم العمومي، لأن احنا فاش طرحنا هذا المشروع احنا طرحناه في سياق التحديات اللي بانت في هذه الأزمة ديال فيروس كورونا. لذلك فالتعليم العمومي احنا كنراهنوا انه هو اللي يستفد من هذه التكنولوجيا، لان التعليم العمومي شيئنا ام ابينا، فراه هو مستقبل البلد ومستقبل الفئة العريضة من هذا البلد، وان صالح التعليم العمومي فكثير من المشاكل ديالنا غادي تحل في هذا البلد. لكن بطبيعة الحال المشروع ممكن يخضع للتنزيل التجريبي، سواء من ناحية المستويات او من ناحية المواد او من ناحية المؤسسات، لان التحدي الاساسي اللي كاين في هذا المشروع هو اعداد المحتويات ثلاثية الابعاد والافتراضية ديال جميع الدروس. وهذه المسألة ما يمكنش حنا اللي نحدوها، لان اللي تحددها هم الشركاء التربويين اللي لهم دور اساسي في تحديد الاولويات،
يعني هما اللي ادرى بشنو الطريقه اللي يمكن تنزل بها بحال هذه التكنولوجيا، سواء من ناحيه المستوى او المنطقه الجغرافيه او حتى البرمجه ديالها. لكن حنا مستعدين لجميع السيناريوهات وما كرهناش بطبيعه الحال، حنا كمتبنيين الفكره واصحاب هذه الفكره اللي حنا مآمنين بها ان يتم تنزيله في أقرب وقت وعلى مستوى واسع، سواء جغرافيا سواء من ناحية المستويات ومن ناحية المواد، لأن حنا كنآمنوا أن هاد التكنولوجيا راه ممكن تكون حل اللي يكون عنده أثر كبير على النظام التعليمي المغربي، ويقدر يحقق إنجازات اللي ممكن كانت تاخد سنوات في غياب مثل هذه التكنولوجيات باش تتحقق. اللي كخص واش عرضنا المشروع على أطر تربوية أو مدارس أو مدارس، فبطبيعة الحال حنا هذا المشروع قبل ما أننا نبدأ فيه، فقمنا باستشارات واستبيانات في بعض الحالات مع المعنيين بالعملية التعليمية من أساتذة وخبراء تربويين من ذوي الخبرة من المعارف ديالنا، يعني ماشي بشكل رسمي ولكن بالعلاقات ديالنا استطعنا أننا نشوفوا مع بعض الخبراء التربويين وبعض الأساتذة وحتى في بعض الحالات بعض التلاميذ من أجل ملء استبيانات أو من خلال المحاورة معهم، واللي تبين أن هذه التكنولوجيا هي مسألة غادي تكون فرق أساسي في عملية التعلم إن كانت حاضرة في عملية التعلم. بخصوص التحديات، فبطبيعة الحال أي مشروع ولا أي فكرة اللي تكون جديدة وكتحتاج عمل فهي كتواجه تحديات، وربما القرار ديال أننا باش نخدموا على هذا الميدان في التعليم الإلكتروني وهو ميدان التعليم العمومي جاء في ظروف الحجر الصحي، لذلك فعلا كانت صعوبة في أننا باش نخدموا على الفكرة، ولكن الحمد لله رحنا جينا في واحد الوقت اللي فيه الانترنت وسميتو، يعني كل اجتماعاتنا كانت تكون عبر الانترنت، بل حتى لاحظتوا ان الدرس النموذجي كيقدموا شخصيه ثلاثيه الابعاد، وهذا اختيار كان التزاما بنا بالحجر الصحي، فقمنا باللجوء لتكنولوجيا ثلاثيه الابعاد لان هي اصلا تتساير الكونسيبت، وفي نفس الوقت خلتنا اننا نخدم بدون الحاجه للانتقال للاستوديو ونصوره الى اخره، يعني كل واحد فينا خدم من داره. بالاضافه لطبيعه الحال التحديات طرحتها تحدي ان من منطق استثماري، تحدي انك تبقى جالس خدام واحد شهرين ولا 3 شهور وانت خدام على واحد المشروع اللي مبهم واش يكون عليه تفاعل وما يكونش تستثمر فيه الفلوس وتستثمر فيه الوقت، راه هو بطبيعه الحال تحدي، ولكن حنا كنامنوا اننا عندنا واجب ديال اننا نطرحوا الفكره اللي عندنا، وكلنا امل انها تلقى تفاعل، لان حنا كنامنوا انها فكره فعلا اللي تقدر تغني وتجود عمليه التعليم في المغرب وتحل بزاف المشاكل كيف ما سبق الاشاره. الجواب على بالنسبة للسؤال اللي خاص شنو الجهة اللي كنظنوا أنها خاصة تبنى هذا المشروع، فهذا السؤال اللي يمكن ما يمكن نجاوبوا عليه إلا نهضروا على السياق اللي أصلا طرحنا فيه هذه الفكرة ديال هذه التكنولوجيا، وهو السياق الأزمة اللي حددتها أزمة كورونا في العملية التعليمية، وبينات أن كاين فعلا نقص كبير في المحتويات التعليمية، لذلك فإحنا هذا المشروع طرحناه كوسيلة
اللي من شأنها أنها تجود وتحسن الأداء ديال التعليم المغربي، وحتى لا كانوا شي الله يحفظ شي 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 حالات بحال هذه، لأن حنا دابا تنعيشوا في القرن 21 وفي عالم مفتوح، والطوارئ الصحية أو سميتو فهي سيناريو اللي ولا مسألة بديهية خص الواحد ما يغفلهاش سواء كشعوب أو كمسؤولين من باله. لذلك فنحن بالأساس نسعى للتواصل مع القطاع الوصي، لأننا كنأمنوا هي مسألة رسالة، وأن التعليم العمومي هو اللي خصو يستافد من هذه التكنولوجيا، لأنها غادا تكون مسألة فارقة في الأداء التعليمي في البلاد. وحنا فعلا بدينا بالتواصل مع الوزارة الوصية من بعض الأطراف، لكن عملية التواصل هي شوية بطيئة، وحنا مقدرين أن كاين ضغط كبير على الأطر ديال الوزارة والأطر التعليمية بسبب هذه الأزمة. وهذه فرصة أنني نوجه تحية لجميع الأطر اللي كتشتغل في قطاع التعليم، وحنا غادي إن شاء الله غادي نستمر في محاولة الاتصال، لأننا بكل صدق وبكل أمانة كنأمنوا أن هذا المشروع غادي يغير الوجه ديال التعليم في المغرب والأحسن، وهي مسألة مبدأ ديال أن ما كرهناش أن هذا النظام يتبنى التعليم العمومي اللي هو أساس النظام التعليمي في البلاد، رغم أنها تقدر تجي أزمات، تقدر تجي للضعف أداء التعليم العمومي، ولكن ربما هذه الأزمة ديال كورونا هي كانت درس، وإن شاء الله كنتمنى أن العالم والمغرب بعد أزمة كورونا ماشي هو المغرب اللي عرفنا قبل في جميع القطاعات.